ونختم تتوافنا في مختارات الأعمدة والمقالات بزاوية قولوا حسناً من أخيرة صحيفة التيار للكاتب محجوب عروة، والتي جاءت بعنوان المغتربون والتمويل العقاري. يبدأ عروة زاويته قائلاً: اشتكى لي عدد من المغتربين من عدم وضوح أو لعلة عدم صدور السياسة الخاصة بالتمويل العقاري بواسطة البنوك، رغم الإعلان عنها ضمن سياسة جذب مدخراتهم وتحويلاتهم عبر الأجهزة أو الجهاز المصرفي ضمن حزمة إصلاحات يقودها رئيس الوزراء وزير المالية معتز موسى. يتساءل الكاتب باستفساري لأحد مديري البنوك: تأكد لي عدم صدور قرار بشأن سياسة التمويل، وذلك حين أكد لي أنهم لم يصلهم بعد أي قرار بذلك من بنك السودان، ولست أدري لماذا هذا التلكؤ رغم موافقة مجلس الوزراء على تلك السياسة قبل فترة طويلة، ورغم شروع بنك السودان في تطبيق السياسة الخاصة بالتعاطي مع العملات الأجنبية عبر الآلية الجديدة المعروفة بآلية صناع السوق. ويتابع الكاتب: ألحظوا دائما أن القرارات والسياسات الاقتصادية لا تصدر بشكل شامل، بل كأنها جزر معزولة، الأمر الذي يضعف آثارها كثيرا. ويناشد الكاتب قائلا: ليت الجهات المختصة في مقدمتها جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، جهاز المغتربين وبنك السودان، تنجز ما وعدت به المغتربين. وضمن ذات حزمة حفظ المغتربين يقول الكاتب: سمعت تصريحات للسيد رئيس مجلس الوزراء وزير المالية معتز موسى يحث على طرح سكوك بريق الدولارية، ولكني أخشى أن لا ينجح ذلك، خاصة وأن الأرباح يفترض أن تستعاد بالدولار، فهل يستطيع منتج بريق أن يفعل ذلك وقد اشترى وباع بالجنيه السوداني؟ ويختم عروة زاويته بالقول: إن الالتزام السنوي بتوزيع أرباح بريق هو أحد تحدي حتى هو أهم تحدي حتى تتوثق الفكرة وتنجح، وحذار من أي تأخير.